أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مواصلة مملكة البحرين تعزيز تعاونها مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في كافة المجالات لما تتسم به العلاقات البحرينية الباكستانية من تميز وتطور على مختلف الصعد وهو ما يعكس مدى عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في إطار ما تحظى به من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مما اسهم في دفع مسارات العلاقات الثنائيه الى افق ارحب من العمل والتنسيق المشترك. مشيرا سموه في هذا الصدد الى ما شهدته مختلف قطاعات التعاون من تقدم في اطار الاتفاقيات المشتركه التي اسهمت في توفير المزيد من الفرص النوعيه التي تعود بالخير والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بقصر القضيبيه اليوم معالي السيد محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ بجمهوريه باكستان الاسلاميه والوفد المرافق له بمناسبه زيارته الرسميه للمملكه منوها سموه بدور جمهوريه باكستان الاسلاميه وجهودها في حفظ الامن والاستقرار الاقليمي والعالمي. واضاف سموه ان المملكه مستمره في توطيد شراكاتها الاستراتيجيه مع جمهوريه باكستان الاسلاميه بما يخدم المصالح المشتركه ويصب في دعم التعاون بين البلدين الشقيقين على كافه المستويات مشيرا سموه الى اهميه توحيد الرؤى المشتركه في المحافل البرلمانيه وتوسيع افاق التعاون بين البلدين للاستفاده من الخبرات على الصعيد التشريعي والبرلماني بما يخدم الاهداف المنشوده من جانبه اعرب معالي السيد محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الاسلامية عن خالص شكره وتقديره الى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وما يبديه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينيه الباكستانيه متمنيا لمملكه البحرين دوام التقدم والازدهار.